لا تلوثون، لا تلوثون تاريخ ونضال ومدينة كلها حضارات. الزلمة اللي يسولف أو عده يقول دلني مالاتي، ما عده يصب حلقة ويسكت. عندما يطلع نائب من مدينة الناصرية يقول يعني هنالك أموال سعودية وإماراتية هي التي تحرك وتنفق في الناصرية على التظاهرات لتحقيق هذه الغايات. هذا الكلام اليوم 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 صار علني. أنا أعتقد أنتم أهل الناصرية أقدر بأن تردوا تؤكدوا هذا أو تنفوه. ووسائل الإعلام موجودة، أتمنى من وسائل الإعلام موجودة أنه يقولون. وإحنا أنا شخصيا أتكلم كأكاديمي وأعود مرة أخرى أقول كأكاديمي أن يظهر لنا الشخص بدل كلام الأدلة، وهذا عندي ملفات وذاك عندي ملفات وراح أفضح وراح أتكلم هاي لغة، يطلع واحد يقول لنا فلان أخذ أموال من فلان بأدلة، لأن بالنهاية إحنا كنا راح نقابل رب العالمين، وما في داعي لعملية إنه السكوت. أنا أول الناس الذين سيقف ضد كل شخص يستخدم أموال من الخارج لتأجيج الوضع بالناصرية، لن نسمح بهذا الأمر سواء جاءت الأموال من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. نحن ندعو إلى علاقات متوازنة مع محيطنا العربي، مع محيطنا الإسلامي. لذلك أنا من خلالك يا دكتور نجم، من خلالك حتى لا تصبغ الناصرية وزلم الناصرية وأهل الناصرية، أكلم يعني إحنا على أساس قائد الشرطة يكون معانا، لكن الشباب يقولوا لي ما زال داخل مؤتمر أو باجتماع. سيد مدير استخبارات كربلاء والمحافظ وقائد الشرطة وقائد العمليات، الناصرية رفعت رأس، وإذا عندكم أدلة وإذا عندكم تحقيقات وإذا عندكم وثائق أن هنالك خونة متورطين مندسين يأخذون مال من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت ومن أي دولة، عرضوهم على الشاشة. لكن ما مسموح لكم تلوثون عقال واحد بالناصرية وشباب الناصرية بذاك النظام، بهاي عين اللي ياكلها الدود. ابن الناصرية نايم بساحة الطيران ويأجر الفندق بألف بتموز على بنكه. اليوم إذا أكو خاين بالناصرية طلعونه وقدام الملأ على الشاشات. نعم ولا تلوثون الناصرية، لو يحط لسانه بحلقة ويسكت مو يطلع يتمنطق. لدينا، أنا أقول لك لديكم، لكن كونوا رجال وطلعوهم. لا تلوثون تاريخ ونضال ومدينة كلها حضارات. الزلمة اللي يسولف أو عده يقول دلني مالاتي، ما عده يصب حلقة ويسكت.